بخصوص التصفية، بخصوص التصفية، احنا انا من اتكلم كعصر سحرية، مو اليوم مثلا او باكر، لا بالعكس، وضعت خطط ممتازة، خطط فنية عراقية. بالمناسبة احنا العراقيين هاي المشروع، مشروع وحدة الأزمرة، بالإضافة إلى مشروع وحدة التذكير 74,000 كان على عهد شركات أجنبية محترفة. صار سوء بالعقد، يعني ويانا انفسخ العقد من دولة رئيس الوزراء، نفذ هذا المشروع بأيدي عراقية 100% من كادر هندسي وكادر فني، وفق تقنيات، وفق يعني فلسفة عمل رائعة جدا، وضمن يعني أنا برأيي يفضل أن يولد تدرس هذه المشاريع اللي دخلت حيز العمل. هذه المشاريع احنا حاليا هسه كلها مضمنة ضمن المحددات البيئية، حتى مشاريعنا وخطوطنا القديمة اللي نفذت بالستينات أو بالسبعينات حاليا دخلناها تحت الصرامة البيئية، تحت المحددات البيئية. أول شيء يعني نحد من الملوثات البيئية، ثاني شيء هاي مبالغ فلوس رجعناها على حوض البنزين المنتج، يعني ما يعادل 400 إلى 500 متر مكعب اليوم، حوالي نص مليون لتر باليوم ضمناه ويحوض البنزين المنتج للأسواق المحلية، وعاملين به شركة مقابل. طيب.